السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم ما كتشوفوا هاد لا فيديو هادي، انا الحمد لله بديت معكم لا فيديو اليوم ونقول لكم الاسباب علاش خبرت بعدا ما حطيتش لكم لا فيديو هادي 3 جوغ تقريبا باش ما حطيتش لكم لا فيديو. وراكم شفتوا في لا فيديو الاولانيه اللي قبل من هادي المشكل اللي كان واللي وقع وكيفاش حتى سافرنا على غفله باش مشينا لاكادير ومشينا جبنا ماما وجينا والحمد لله درت لوبيراسيون وكلشي الامور كلها بخير وعلى خير. واخا ديك لا فيديو كاينين بزاف ديال الناس قالوا لي فيديو مؤثر بزاف، بزاف ديال الحوايج كانوا فيها الصراحه. كانت مخربقه حيت جمعه ما بين نهار الجمعه والسبت والحد والاثنين حتى الثلاث عاد جينا هنايا. جينا نهار الثلاث راه شفتوا معايا واحد اللقطه فاش وصلنا، كانت ماما في الطوموبيل تحت. هذيك راه نهار الثلاث في الليل، نهار الاثنين في الليل، يا ربي نهار الاثنين في الليل. هذيك صباح الحال الثلاث يعني محسوبه ثلاث وصافي الليله ديال ثلاث. راكم عارفين الصباح وصبحات عندي الروينه والدار كلها 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 عرفتوا الدار كامله مرونه، صبحات كلها مرونه، دوك لي فاليز اللي دينا دوك واللي جبنا معانا وبزاف ديال الامور. الدار كانت مرونه، ما عنديش كيفاش نصور لكم، ما عنديش كيفاش نقاد شي فيديو، ولا ما عنديش او ما عنديش حتى الوقت ما عنديش باش نصور شي فيديو ولا باش نقاد شي حاجه. المهم صبحت نهار ثلاث على ديك الروينه، كنجمع تغلبت. اليوم دابا راه كنصور لكم هذا الفيديو، اليوم راه الخميس، انا نلوحها اليوم ان شاء الله الا قدرت نحطها لكم في الليل. تغلبت نهار الثلاث، تغلبت نهار الاربع لان كان داكشي كتير ومرون ومع دخلنا وما كناش عوالين على بزاف الامور. راكم عارفين كنا عوالين على الاصلاحات وبزاف ديال الحاجات. ساعه ملي مشينا جبنا ماما تبدلات بزاف ديال الحاجات وتبدلات بزاف ديال الامور. عاد كنجري وقاد هنا قاد هنا، حول هادي من بيت سيليا، قاد هادي في بيت سيليا، حول هادي لهاد البيت. بزاف ديال الحوايج. وكيف ما كتعرفوا هادي راه صباح نهار الثلاث في الصباح، صباح خدام، لان بزز باش نهار الاثنين ما جاش وما مشاش للخدمه وتجمعات عليه الخدمه. وتمارا مسكين جمعات عليه الخدمه كثيره نهار، واخا واحد صاحبه الله يجازيه بالخير هو مسكين اللي رون بلاصه نهار اثنين، ولكن كانت الخدمه اللي تجمعات عليه حتى نهار ثلاث ملي كان هو. الوغ بقيت نهار كله كيف ما قلت لكم، الاربعاء حتى هو تغلبت ما قدرتش. تخيلوا يلاه اليوم اللي كملت داك الصابون اللي كانوا حوايج مسخين اللي مشينا لابسين واللي كانوا هنايا ديجا مسخين في الماكينه واللي جبنا معنا من تما. اش غنقول لكم، كان عندي هكا ديال الصابون والماعن والروينه، المهم الدار كلها مرونه. تخيلوا الدار كلها بحال درتي لهذيك اوف عرفتي الطوفان الدار كلها مرونه. الحمد لله عاد دابا ساليت. شوفوا يديا مساكن كي ولاو يديا تكرفصوا وحق الله العظيم. اللي بقيت كنجمع اما الظهر بلا ما تسولوا، راه قالوا لي البنات بشويه عليك تكيتي على الظهر، راه كي غتفرصي على راسك كل شي حاجه خليها على الله وصافي. خليو داك الجمل راه كدا مشي عندو هاد المرة غي يعطيني شي عصا، الله الراس باق ما كتصنطيش ولا يجري عليا يقول لي سيري في حالك ما لقيتش غنعالجك كاع في مرة. المهم اليوم قالت لي سناء صراحة البارح العشية صيفطات لي قالت لي راه عيطات لي يا ربي، قالت لي راه نقدر ندوز عندك غدا نشوف مامك حيت راكم عارفين عاوتاني اثنين تبدا القرايه لغه يلاه عندها السبت والحد باش تبريباري مع معتمد وتوجد مع لي دوفوار وتوجد مع كلشي باش عاوتاني اثنين ان شاء الله غيبداو القرايه. صافي قلت لها مرحبا بك وغادي تسول على ماما تشوفها. اصلا حيت الويكاند اللي فات ما تلاقيناش راكم عارفين علاش، حيت حنا الجمعه مشينا لاكادير. ايوا صافي هادشي اللي كاين، ونجلسو شويه وندردشو شويه ونتعاودو شويه ونتنفسو الصعداء. خلى هذاك انا فريمون دازت واحد الوقيته اللي صعيبه بزاف، غير الحمد لله كلشي كيفوت كلشي كيدوز. شكرا بزاف الناس اللي سولوا عليا واللي سولوا على ماما واللي بقاو كيدعيو معاها واللي عيطوا ليا بار تليفون واللي صيفطوا ليا في الانستغرام واللي صوناوا ليا في الانستغرام وما كنقدرش نجاوبهم. كاينين بزاف ديال الميساج اللي ما قدرتش نجاوبهم في الانستغرام، سمحوا ليا حيت ما قدرتش نجاوب كلشي. كيف ما قلت لكم ما كانش عندي اصلا كيفاش الوقت زعما نجلس نشوف لي ميساج كاملين ولا شي حاجه. كاين لي كومونتير اللي مازال ما تابروفاوش حيت لي كومونتير انا دايره لهم حتى كنابروفيهم عاد كيطلع في القناه، بحكم انه كانوا كيكونوا واحد لي كومونتير اللي ما يمكنش يشوفهم الكل. وصافي احتراما للناس اللي
عندنا في القناة وهذا كنديروا هاد القضية هادي حتى كنابروفيو لي كومونتير عاد كنخليهم يبانوا للناس كاملين. هذا ما كان احبابي، وخليكم معايا في لافيديو ديال اليوم وغنصور معكم ان شاء الله غدا روتين جديد، لان الروتين كله تبدل، ماشي نفس الروتين اللي كنت كنصور معكم شحال هادي، ولا عندي روتين واحد اخر، ولا عندي دابا كنفيق في الصباح كنوجد شحال من حاجه، خاصني نوجد العادي الفطور، يفطر يمشي للخدمه، خاصني عاوتاني نرجع نفطر ماما ونفطر سيليا ونقد لهم حالتهم ونجمع البيت ونجمع الدار هنايا البيت تنعس، بزاف ديال الامور تبدلات وبزاف ديال الامور اعاده الهيكله تمت الاعاده ديال الهيكله ديال بزاف ديال الامور. خليكم معايا في الفيديو باش نشوفوا سناء منين غادي ان شاء الله، نشوفوها بعدا واش ما توترش في الزنقه، حيت انا راه عطيتها النعت بالضبط، الله غير ما توترش وتمشي شي كونت اخر. خليكم معايا. مالك سيليا؟ مالك مالك محيحه؟ تشا تشا تشا. شوفي سيليا محيحه، لقات اوتانيد، لقات سوتاله. سلطانة مشات لهات وين خالتي، علاش سطاتو راسك؟ امشي هكا مالك مالك اختي مالك، ملي انت ملي انت قاطعه شعرك علاش جايه عندي اصلا؟ هضره عليا عطيني الصينيه، انا واش الصينيه تبعني تبعني؟ اه اختي شوفي انا ما كنعمرش قهوه، كيف ما جات قبلي عليا الله يرحمها. بحال بحال انا ما عنديش. لا قولي اختي. لا لا عادي، هو اللي ما تيشربهاش مخلطه. ما تحشمش راسك انت، عايشه كتمرجحه. شوفي 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 كي ولات خايبه، شوفي كي ولات خايبه يا اختي. عرفتي شنو دابا المشكل؟ راه هي شوف هذا ولا هي راه زوينه كيعرفش هذاك الهاكر، ولكن قلت لها ما تقطعيش شعرك حيت شعر طويل تيجي احسن، وانا اصلا كنفضل شعر طويل، ولكن يا اختي ما كتسنيش. في راس العام كانت تقطعو، كنا نتلاقاو نخرجوا في راس العام وما قدرتش، خافتني نقول لها ما بقيناش خارجين. لا عندك دابا قطعاتو، عرفتني ما تلاقيتش بها. وقتاش قطعتي؟ قلنا غير هادي شي يومين، حيت ما تلاقيتش بك في الويكاند اللي فات، كنت تلاقيت بك. لا ما تعرفش، لا البارح قطعت ودوشت، ول البارح قطع، ول البارح البارح جيت عند ماما دوشت لعندك. ولات كتبان بحال سنبوله. شكون سنبوله؟ لا شكون سنبوله؟ سنبوله عاوتاني ما عرفتهاش. لعندكم والله الا ما قطعش شعري ما غنطلقو، ما غنستافد منه ما والو، انتم غتشوفوا الفيديوهات ديالي ما كنطلقش. بالعكس راه خليه طويل وخليه نطلق. بالعكس طويل والله حتى كيقنط، هكذا دابا كما قنطت منه كنحس براسي خفيفه. عرفتي دابا قالت دير لنا تيلي انا شوفي الراحه. الله يعطيك الصحه. تعاوديهاش ديري بحالي، ديري بحالي ما تعاوديهاش، ديري بحالي. لا ما نقدرش انا اكو فورا فابور انت عليك. لا دابا انت هي الحكومه عطاتك الاذن، انا الحكومه ديالي ما بغاتش. لا عندكم راجلي والله ما كيسخاب شعرك، كيقول لي ما تضيعيهش، ولكن هاد المره حيت شافني ما مستافداش منه، ديما غير ملويه غير ملويه، حتى ملي كتدوشي كتبقاي واحله خصك حيت بارد. واش كيبقى شاد الزغبه؟ الزغبه اللي كتكون رقيقه كتجمع الماء ما كينشفش. لا ما قال انا عندي زغبه غليظه وكتشد الماء. ودابا نيت هاد الفتره في فصل الشتاء الواحد يقطع شعره من هنا للصيف ان شاء الله يكون طوال. وتعاودتي تقرتو. انا درت العكس وتعقلوا على هاد الهضره. الناس كيقطعوا في الصيف. ولكن والله الا هاد اصلا هاد دابا الناس كيبدلوا. دابا انت خصك ديري واحد الفكره في دماغك ديال ان الشعر الصحي هو اللي كتقطعي ليه دوك الطريفات اللي تحت من دوك لي بوان. كل اربع شهور. نورمالمون كل شهرين حتى لاربع شهور خصك تقطعيهم. ضروري. انت لا خليتي 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 جيتي انتوما الشيء البنات والله القسم بالعكس ملي كتقطعوا شعركم في فصل الشتاء اصلا كنكون عندنا النفسيه شويه ضايقه في فصل الشتاء، كتكون شويه الاكتئاب شويه ديال مغوبشة بحال الحاله ديال الطقس، الانسان مزيان يقطع شعره باش يحس بواحد الطاقه. مغوبشة بحال الحوته. والله دابا والله الا قطعت شعري حسيت بواحد الطاقه، مازال اليوم تعصبت ملي كلفت دابا بلاتي. دابا بلاتي واش انت كنتي مغوبشة بحال الحوته ولا لا؟ لا اختي يا قبيله ملي كنطلع عليا الدم عرفت الحوته زوينه. قولي لي وقتها كملات عليا ماما قالت لي ويلي معول عولت على الخلا، قالت لي جايه عندهم ثلاثه المرات. تصوروا دابا اختي طافك وختها طفاتني رشا ما عرفتش الدار. واكو خطك شي حد رشا اش غادير به؟ هادشي عند البوليس شكون اللي خطك؟ لا لا واحد مجهود بالعماره ما شفتش شباب العماره. والبلاصه هذاك النهار كتقول لي كتقول لي واش نتوما واش نتوما في عين عوده؟ تنقول لها ما بقيناش في عين عوده. ها شنو سميت البلاصه؟ الله يهديك سناء. والو نتوما المشكله كتجيبوني غير بلي. دابا المشكله نعطيكم بروف انني مصوره لها فيديو الدخله ديال الجروب. شنو سميت البلاصه؟ شنو سميت العماره؟ دابا ماما الرقم ديال البارطمان وريتها البارطمان من برا هوك، هادشي قبل ما نسكن انا هنا وقبل ما نجي. هادشي جات لعندك
غوتنا عليها ودابا ملي عتهبط مره اخرى ما عاد تعرف. ما نعقلش اختي شوفي بغيتيني يجي عليا صافي هادشي بلا مقاولنا. بلاتي 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 اللي بغا يجي عليا شوفي ليه ويلي ويلي شكون دابا عليها بلاتي اختي يلا نوضو بغيتيني يجي عليا باقي الحال الظروف ديالي قالت بغيتي تسنى بلاتي بلاتي اش غدير؟ لا سي اليوم كدير كتعجبني بنيتي لقات الحريه حيت انا ما حداهاش براسها كتهضر تضحك عليا كتقول لي هذه مشات مسكينه سهناء ومشات خالتي عزيزه وخواتها سهناء بجوج ومعتمد حتى هو قلت لهم معنا شويه عمرو علينا شويه ضحكنا هضرنا درنا شويه الجوج ديال القنطه حيت كنا غير انا وماما وفيا صراحه كنا شويه قانطين راكم عارفين ملي كتكون شي بلاصه ما كتعرفيها حتى حد ما كيجي حتى حد ما كيعيط لك حتى حد يهضر معاك ما والو كتكون القنطه شويه. انا دابا دخلت للكوزينه باش غنوجد العشاء رديت هنايا الطناجره ديالي ها هي باش غندير مريقه عادي التشاليه مريقه بالزيتون والبطاطا مريقه ديال التشاليه بالزيتون والبطاطا صافي جيت كنصاوب عليه خاصه دابا غير غير حيت مولف كان صايب ليه عشاء بكره وملي كيدخل من الخدمه كيلقى العشاء موجود ولكن اليوم تعطلت قلتلنا شويه ضحكنا شويه هذا يلاه جمعت المعينات دابا زوج صافي سي راهي تبان لكم تما جبت لهم اللي كانوا فيها حطيتهم تمايا باقي لي طوي بلا مشي ني طوي اللي غنلقيها مزيان وصافي هادشي اللي كاين نرد دابا العشيوه باش غنمشي نقدر نمونطي لكم هاد الفيديو نحطو دابا شويه غيتحط ان شاء الله الا قدرت نمشي نمونطي هادشي الا خلاني عندي عادي العادي من داك النوع اللي كيعجبو الا جا من الخدمه ما خصنيش انا نمشي مازال ندير شي حاجه اخرى خصني نبقى جالسه حداه وانتم معايا احبابي صافي صافي دابا العشاء ماما جالسه كتاكل واحد شويه ديال الكبده صافي كتاكل شويه ديال الكبده الا غير جالسه كتاكل واحد شويه ديال الكبده وعاد نحط لها من بعد العشاء ايوا صافي وعاد سي السيد راه جالس كيدير الكوتي صافي غندير لكم مونتاج باش نحط لكم لا فيديو دابا هذا ما كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم تهلاو ليا فراسكم ونهاركم مبروك احبابي بيزو كبيره ونسول عليكم الخير قلت لكم ماما يسول عليكم الخير الناس اللي كيسولوا عليها ماما مضربه غير مع الزيف راه مقاده ماما مقاده ما تحمش انا الزيف يلا باي.